العديد لم يكن يصدق بأن يعني فيه شركة وطنية ستأخذ بزمام الأمور وستأخذ الفريق وستسير به نحو بر الأمام. وكان الظن بلي بشان ما هو إلا لقاء بين السلطات المحلية ومدير إبروك في ذلك الوقت وسيد رئيس المدير العام للسوناطراك وكذلك ممثلي النادي الهاوي، ولكن بعد ما شافوا بلي بشاني فيه جلسات عمل متتالية ومستمرة وفيه تفاوض وفيه كذلك دراسة لوثائق وتأكد الجميع بأن الأمور يعني دخلت في الجدية وبلي بشاني شركة بروك خلاص يعني مبقاش أخذت الفريق، فالعديد يعني من هؤلاء المشوشين يعني تراجعوا عن مثل هكذا أعمال. أضف إلى ذلك كذلك الارتياح الكبير يعني اللي سجلناه من طرف أنصار مولودية طهران يعني منذ أول لقاء مع السيد رئيس المدير العام لشركة سوناطراك وكذلك مدير إبروك. باش يعني مرحلة العودة في البطولة لم تكن بالسهل، حتى الإضراب اللي قاموا به اللاعبين لم يكن إضراب يعني من طرف اللاعبين، بل هو يعني إضراب هندس له آخرون، هندس له آخرون. متقدم البطولة بثلاث أهداف لواحد. نحن نرى كذلك حماس هذه اللاعبين من أجل الفوز بالمقابلة القادمة. وقلنا بلي باش ما لازمش نلعبوا على البقاء، بل لازم نلعبوا من أجل يعني ترتيب جيد يسمح لنا بخوض مغامرات او منافسات افريقيه السنه القادمه ان شاء الله. ولماذا؟ وقلت بلي باش بيننا وبين الفريق الثالث تقريبا ثلاثه ولا اربع نقاط، يعني شيء قليل وقليل جدا، وعندنا مقابله متاخره نقدر نديروا فيها نتيجه ايجابيه حتى بالتعادل وهذا ولما الفوز. فاظن بلي باش كل الامكانيات متوفره وكل الامكانيات موجوده، نحن نملك حتى في الفريق الحالي فيه كذلك لاعبين ذو مستوى عالي لا بأس به، بدليل أنهم في فترة الذهاب كما قلت يعني كل لاعب كانش واحد يقدر ينكرها، مرحلة الذهاب داروا نتائج جد إيجابية إلى درجة أني أنا غدت مع السيد المدرب وقلت له أنا مانيش عارف كيفاش راكم تديروا، ولكن أبهرتموني بهذه النتائج التي حققتموها خلال فترة الذهاب. ولقد وفقت الموسم المنصرم في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى القسم الثاني، والكل يدرك أن مولودية طهران هي الفريق الوحيد في الغرب الجزائري اللي يتنافس في المحترف الأول موبيلي بعد ما وداد تلمسان وكذلك غليزان يعني هبطوا إلى القسم الثاني. وفقنا السنة الماضية وقلت من غير المعقول، كان الفريق مهدد يعني كان قال 10 مقابلات الفريق مهدد في المرحلة الأخيرة، وقلت بلي باش يعني من غير المعقول أنه وهران تستطيع تلعب بعض المتوسط ومولودية وهران يعني تسقط إلى الدرجة الثانية، فهذا غير من غير المعقول. وعملنا بكل ما أوتينا من القوة من أجل إنقاذ الفريق والحمد لله وفقنا. نعمل على تكوين فريق كبير وكبير جدا حتى تستعيد هذه الولاية أمجادها في كرة القدم وتستعيد قوتها وملعب زمانة وحتى بلو الهدفي يستعيد كل مناصري هذه الفريق. نحن ثقتنا كبيرة في سيد المدير العام لشركة إبروك وكذلك الإدارة نتاعو، ثقتنا كبيرة في هذه الشركة هذه، ثقتنا كبيرة كذلك في أبناء فريق مولودية وهران مع ناس السباب بشير الذي هو اليوم مسؤول تاع النادي الهاوي والإخوة كذلك اللي راهم رافقين، ونكاد نكون متأكدين من تغيير جذري للوضعية. متواجدين وبقوة. نحن على مستوى ولاية وهران نمتلك كل إمكانيات النجاح. عندنا مركب
الرياضي في ملعب بطاقة أكثر من 40,000 متفرج. قال عليه رئيس اللجنة الدولية للألعاب المغربي المتوسط أنه أحسن مركب رأيته في بلدان البحر الأبيض المتوسط. فهذا الملعب هذا يعني حرام، مع كل احترام الذي أكنه إلى ساكن ولاية بشار والصورة وكل الجزائريين بدون استثناء، أنه يعني الصورة فريق الصورة يعني يلعب فيه منافسة إفريقية أو عربية، وفريق مولودية طهران لحد الساعة ما لا في حتى مقابلة. من غير المعقول نطلب من الجمهور يعني الالتفاف حول الفريق والرجوع إلى المدرجات. أنا أقول نزيد نعاود المسيرين السابقين خرجوا وتركوا الفريق ولم يعودوا وتنازلوا على كل الأسهم نتاعهم بالمجان وطواعية، لم يكن هناك أي إكرام. والممارسات القديمة ما تجيش تعاود تولي المولودية إن شاء الله. رايحين يشوفوا التسيير نتاع فريق بطريقة احترافية عالمية أقوى، ورايحين يشوفوا فريق يكون جاهز قبل بداية المنافسة ويقوم بالتنافسات نتاعه ككبريات الفرق وما تكونش فيه مشاكل اللي عاشها الفريق خلال السنوات الماضية اللي خلتنا يعني تقريبا كل اسبوع نحاول نوجد الحلول كيفاش اننا الفريق نتاعنا يخوض المقابله نتاعو، ما نقولوش في احسن ظروف ولكن انه يخوض المقابله نتاعو يؤدي الواجب لدرجه انه يربح ولا يخسر ولا تصير لا شخص كيف كيف. فمن صعيدا راح يكون في فريق اللي يكون عنده جاهزيه ويكون حاضر في كل وقت ويعمل من اجل تسجيل النتائج الايجابيه وتشريف يعني ولاية طهران على المستوى الوطني وتشريف الجزائر على المستوى القاري وحتى الدولي إن شاء الله.